بالتطوير الريفي من الأقسام المهمة اللي شكلت ضمن تابعة لديوان محافظة نينوى. وهذا القسم شكل عام 2012 بالضبط 1/9/2012 بالبداية تخصص ضمن خطة محافظة نينوى تنمية الأقاليم 20 مليار كمشاريع لهذا القسم. وبدأنا الحمد لله احنا من تاريخ 1/9 بإعداد الكشوفات وإحالة المشاريع لهذا القسم. القسم شكل بنواة بدائية عن 3 مهندسين، أنا كنت رئيس اللجنة مع أستاذ علاء وأستاذ فتاح، والحمد لله تطور القسم وكان دعم لا محدود من قبل السيد المحافظ وبقيت أستاذ أثير النجيفي ومجلس المحافظة لتطوير هذا القسم، والحمد لله ومنح الصلاحيات، واستطعنا ضمن صلاحيات المحافظ كانت أنه عقود تنمية الأقاليم أنه نسوي عقد مع أكثر من 70 مهندس ومساح دعموا هذا القسم لتنفيذ المشاريع والإشراف عليها. وبدأ القسم الحمد لله بعد أعمال التحرير أيضا أعاد بنيته وإعادة تخصيص المبالغ ضمن محافظة نينوى لهذا القسم، وكان دعم أيضا لا محدود من قبل السيد أستاذ منصور وأستاذ نجم وأستاذ عبد القادر لهذا القسم، وأكثر تقريبا من 50 مليار سنويا يتخصص لهذا القسم لتنفيذ المشاريع. قرى محافظة نينوى وأكثر من 2000 قرية الحمد لله، تقريبا حاليا أكثر من 70% من هذه القرى تم إيصال الطرق لهذه القرى. كانت فقرة التطوير الريفي بصراحة هي ليس بس تقديم الطرق خدمات الطرق، وإنما كانت تتمدد إلى أنه يقدم خدمات بلديات لخاصة المجمعات الكبيرة للقرى. ودخلنا ضمن خطة 2013 تخصيص أنه نشتري كابسات أيضا لهذا القسم، بس بصراحة لأنه القسم ما بمبالغ تشغيلية ولا مشغلين ولا هذا، يراد أنه محافظة نينوى ومجلس المحافظة يكون تشكيل القسم يتحول إلى مديرية طرق ريفية حتى يصير لها تخصيص متوازن ومبالغ تستحصل مبالغ تشغيلية لإدامة المعدات واللي تتخصص لهذا القسم. الجميع يعلم بأن قسم التطوير الريفي هو من الأقسام المهمة في محافظة نينوى التي يقع على عاتقها مسؤولية كبيرة. شاهدنا في السنوات الأخيرة وخصوصا بعد عمليات التحرير جهودا واضحة لقسم التطوير الريفي في مناطق وأقضية ونواحي عديدة، ولكن لا زال أهلنا في محافظة نينوى ينتظرون منا الجميع، وأنا ومن خلال راديو الغد هذه الإذاعة الطيبة أود أن أدعو جميع الأخوة أعضاء مجلس المحافظة والمعاونين والمدراء والسيد المحافظ إلى زيادة الجهود لهذا القسم المهم، لكي نستطيع من خلال هذه الجهود إيصال الخدمة الأفضل إلى أهلنا وناسنا في محافظة نينوى العزيزة. قيم هذا اليوم في نقابة المهندسين المؤتمر الأول لقسم التطوير الريفي الذي أصبحت له بصمة في كل مناطق محافظة نينوى. كانوا أهل القرى والأرياف يعانون الأمرين، الأحوال الجوية وسوء الطرق وتكسرات الوديان، كانت الحالات المرضية لا تصل إلى المستشفيات، بل حدثت حالات وفاة، كذلك الطلبة والمدرسين والموظفين لا يصلون إلى أماكنهم. لكن بفضل الحكومة المحلية ومساندة كل معاون دوائر المحافظة، قسم التطوير الريفي أرسل المهندسين إلى هذه الطرق وهذه المناطق، تم تنظيم الكشوفات وأرسلت إلى المالية وتم تخصيص المبالغ وتم ترجمتها على الأرض واقعا ملموسا. تطورت الخدمات في القرى والأرياف لأصبحت تضاهي المدينة. هذه العملية من ثمارها المهمة جدا هي قللت من الهجرة، هجرة الريف إلى المدينة، وبالعكس تم المواطنين الذين ساكنين في المدينة بدأوا يعودون إلى قراهم، بدأوا بالإنتاج الزراعي وزراعة أراضيهم وبدأوا بالإنتاج الحيواني. كذلك هناك موظفين تم تنسيبه دوامهم الرسمي في تلك القرى أصروا أن يبقوا في هذه القرى لكون الطريق تم تبليطه ولا يعاني من الذهاب. هذه منجزات نسأل الله التوفيق والقادم أفضل إن شاء الله.